السلام عليكم. الكتاب لغتي الصف الأول الابتدائي الترم الأول. هنبدأ إن شاء الله بالوحدة الثالثة والأخيرة بهذا الكتاب، الدرس الأول وهو النشيد، صفحة 123. ثم نص الاستماع، وبعدها ننتقل إلى نشاطات التهيئة، أو لاحظوا أو لون حرف الألف والطاء وحرف الزاد. ثم بعدها هننتقل إن شاء الله تعالى إلى مجموعة من الحروف، هنلونها حرف الواو والجيم والسين. السؤال الثاني، لاحظ صور وتحدث، وبعدها ثم الحرف وألونه. هننتقل إلى أنا إبراهيم وأعيش في. ثم السؤال الرابع والخامس، ثم كتابة حرف الألف. السؤال الأول حتى السؤال الرابع هيكون إملاء من معلمي، وكذلك ننتقل إلى درس الأسد والفأر والناس. استيقظ الأسد ذات يوم. ثم ننتقل بعدها إلى أسمي الحرف وألونه. هننتقل إلى ألاحظ الصور ثم أقرأ، هيكون عندي السؤال الخامس، وميز بين الصوت القصير والصوت الطويل المد. ثم كتابة الحرف، هيكون السؤال الأول حتى الرابع، النص في الحديقة بينما كان الأطفال يلعبون في الحديقة تلبدت السماء بالغيوم. الدرس الثالث وهو حرف الزاء. ثم هنكون عندنا إن شاء الله السؤال الثاني ثم الثالث. هننتقل إلى أميز بين الصوت القصير والصوت الطويل المد. ثم كتابة حرف الزاء، يكون عندي سؤال سابع، أحاكي ظاهرا في استخدامه أداة نهي لا. ثم هننتقل الرسامة الصغيرة. الدرس الرابع حرف الواو، وبعدها هننتقل إلى السؤال الثاني، هيكون عندي صفحة 152. ثم السؤال الرابع والخامس، وكتابة حرف الواو، أحاكي تذكير الفعل وتأنيثه. ثم هننتقل إلى السؤال الأول والثاني حتى الرابع، الأرنب المغرور. الدرس الخامس وهو حرف الجيم، ألاحظ الصور ثم أقرأ. السؤال الرابع، أقرأ الكلمة ثم أجلد الحرفة. وبعدها إلى السؤال السادس، يكون عندي السؤال الأول دائرة حول الحرف جيم ثم أكتبه. ثم الجمل والثعلب، الصفحة 164، حرف الشين. وبعدها هننتقل إن شاء الله إلى صفحة 167. السؤال الرابع والخامس، ثم ألاحظ الحرف وأكتبه. هيكون عندي السؤال السابع، أقرأ ثم أكمل الحرف الناقص ثم أكتب الكلمة. الجنادرية، الصفحة 172، أنسخ الكلمات الآتية. هننسخ مجموعة من الكلمات، ثم هننتقل بعدها إن شاء الله إلى السؤال الرابع. ثم السؤال الرابع والخامس، الصفحة الأخيرة.